اهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناه سامره الفضائيه. رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين اينما كنتم من جنوب العراق الى شماله. برنامجنا يرهم كلش، راح يكون عوائلنا العراقيه وشبابنا وبناتنا. هدايانا مقدمه من شركه النسخ للسفر والسياحه ومطعم القريه اللبنانيه باداره الشيف نبيل ومركز التجميل اليكس بيوتي سنتر. ونرجع ونقول لكم برنامجنا يرهم كلش. حلو والاحلى الغزل بعيونك تزعل او ترضى، حلو شوك بعين اللي حزدونك وجهك حلو طولك حلو. الله ما شاء الله، هاي اللياقه لعبت كره قدم. اها شنو هاي؟ لا 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 مستحيل مستحيل مستحيل. اها قوم عمي قوم، ايش تسوي انت؟ قوم قوم انت، دسوي 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 يا رياضي يا عمي. والله عمي فزتي، والله عمي هسه كسرتيه انت، كسرتيه. اعطيني الهديه، هاي الهديه لك مقدمه من مركز اليكس بيوتي سنتر بقيمه 50 دولار. تفضلي. شكرا لهم وبرنامج كلش حلو ان شاء الله. شنو اللي عجبك اكثر شيء بالبرنامج؟ روح رياضيه وشقه وضحك وهاي. اها وانسى وانسى ونستي؟ الحمد لله. انت رياضيه، يعني شنو اكثر شيء الرياضه اللي تحبيها؟ كره قدم خماسي لاعبه. كره قدم خماسي، هذا اللي تلعب الكرتون مو هذا الخماسي لو شنو يا منتخب وطني؟ منتخب وطني. احييك ما شاء الله، بنيه حلوه وحبابه لكن عندها لياقه بدنيه جميله. شكرا لك. عفوا، شكرا جزيلا لك حبيبي. شو تقول شهر رمضان المبارك؟ والله هني كل العالم، نقول لهم شهر رمضان مبارك والله يحفظ العراق والاستقرار ان شاء الله. امين رب العالمين. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم الى الفقره الثانيه وهي فقره ليش سموا. ابقوا ويانا. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم الى فقره ليش سموا، ونقول لكم رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين من جنوب العراق الى شماله. رمضان كريم علينا وعليك حبيبي. شلون صحة؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. تشتغل؟ موظف. متزوج؟ لا. ليش؟ ماكو بنيه اتزوجها. ليش ماكو؟ ادور مدى القي. تدور؟ ايه. الله يسلمك. لا تبكي. شو تسوي؟ هاك دقت علينا. رمضان كريم علينا وعليك حبيبي. شلون صحة؟ الحمد لله والشكر. نعمة من الله الحمد لله. الله يجعلك. الله يخليك. تشتغل؟ مهندس. هاي البنايات هاي الكل هناك؟ لا مو انا. يعني مو تربانيه؟ لا احنا بس مهندسين نتخرج ونقعد بالبيت. ماكو شغل. الحمد لله. الحمد لله. الله يكون بعون الشباب المتخرجين، تعيينات ماكو. ليش؟ ليش ماكو تعيينات؟ رمضان كريم. يا هلا وسهلا فيك. شو اخبارك اخوي؟ الحمد لله بخير الله يخليك. شو اسمك؟ مشا. طيب بوسه. حبيبي هلا 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 بسورها ونورها، هلا بالحلو، هلا بالورده، هلا بالعسل، هلا بالكيكه. اليوم اخليك تغني تلعب شناو، اخليك تركض. اليوم العب بيك جوله. حبيب قلبي شلونك؟ قلبي شلونك حبيبي؟ حفظك. شو اخبارك؟ الحمد لله عمر. شلون بالرياضه؟ رهيب رهيب. منو بيهم بزين بالرياضه؟ هم هنا وهنا وهنا وهنا. شو اسمك؟ مصطفى. مصطفى واسمك؟ ماهر. تعلم من هنا مصطفى، تعلم من هنا. شو اسوي؟ خف تعال يلا. مصطفى وماهر، مصطفى وماهر تعالوا. مصطفى وماهر، مصطفى وماهر، مصطفى وماهر. مصطفى وقف يمي هنا هنا. مصطفى وقف هنا. ماهر وقف هنا. ما شاء الله. باع باع ادفع زين. وقف هنا زين. غير عمري كان باوع. اي قابلتك بشناو ايش قد؟ ما اعرف تقريبا. ايش نفسك ايش قد؟ 10. 10 حلو. قابلتك بشناو ايش قد؟ 5. هو 10 وانت 5. اي سويت اكثر من عنده تفوز. واللي سويت اكثر من عنده تفوز. يعني اكثر من 10؟ اي ماشي. وانت؟ ما اعتقد. ما تعتقد؟ ماشي. انت راح تطق غير لعبه وهو لعبه. انزل وحدك. منو؟ انزل وحدك. هو لا هو راح احط غير لعبه. يلا ماشي احط لكم لعبتين. يلا 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 انزل واحد. تعال 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 تعال. هستوني ماكل. هستوك ماكل؟ يلا انزل يلا ما يخالف. هستوني ماكل. هو فاتكم ماكلين.
يلا 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 قول يا الله قول يا الله قول يا الله يلا واحد انت تعلم ميت تعلم ميت تعلم تعلم ما اقدر انزل انزل بس بس انزل انزل يا انزل وياك انزل انزل مو تنزل هيك انزل هيك شناول شناول يلا 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 باع باع يلا 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 انزل يلا عفوا انزل انزل وياه يلا يلا سوي لا لازم انت وياه سوي يلا 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 انزل قد سواني مثلا اللي تقدر عليه انت قلت له خمسه ايه سوي الخمسه يلا 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 انزلوا انزلوا اثنيناتكم يلا انزل يلا نبدي واحد اثنين واحد اثنين ثلاثه واحد اثنين ايه ايه هلا هلا ايه ايه تسعة عشرة بعد تعال زين خلي يدك ورا ظهرك تعال من هنا خلي يدك ورا ظهرك يلا خلي يدك ورا ظهرك ورا هنا تريد تستعدين ايه ورا ظهرك ورا ظهرك اها اوقف نفسي يلا انزل بعد واحد اثنين هلا بس يلا يلا اها يلا انزل عشرة اها سبعة انزل انزل احسب دا احسب بعد بعد يلا يلا انزل بعد عشرة لا انت مو عشرة انزل انت تسعة انزل عشرة انت بعد بعد وحدة بعد وحدة ميصر ما اقدر تمام زين تمام عرفتوا ليش سموه شارع ابو نواس؟ ايه ليش؟ نسبة لشارع ابو نواس سن الهدية هاي الهدية مقدمة من شركة النسخ للسفر والسياحة بس هي مو لك طبعا اكيد لك شكرا حبيبي شو تحب تقول بشهر رمضان المبارك احب عايد اهلي وناسي وان شاء الله يا ربي كل رمضان يجمعنا بيكم امين رب العالمين شو تحب تقول بشهر رمضان المبارك يعني ان شاء الله يعمل الأمانة على شعب العراق كلته ان شاء الله ان شاء الله حبيبي شكرا جزيلا مشاهدين الكرام وصلنا وياكم الى الفقره رقم ثلاثة وهي فقرة ميل وفيميل لكن هو اليوم ماكو بنات راح نشوف بس الشباب بهاي الفقرة ابقوا من يمكم ها ها يمك يلا لا تفيدني قعدت لك ذاكي قعدت ذاكي ايه قعد هذا قعد هذا بقى الولد ايه ودول الثنين هذول الثنين الله بالخير الله بالخير اها رمضان كريم علينا وعليك شلون صحتك الله يخليك شو اخبارك الحمد لله خلي البات بديكم قبل كل شيء راح نسالكم سؤال السؤال هو كل مواطن يجب عليه ان يزرع شجره ويسميها باسمه وسام وسام حلو ما اعرف كل مواطن اي اي سيف وانت حسام راح باسمك باسمي اسمك بس مو امي اسم امك ليش بس من تزرعها نوريه نوريه الله يحفظها لك باسم منو نور نور ايه يعني اسمك لا 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 باسم خالتي باسم خالتك ايه الله يخليها ها باسم منو اسمي محمد محمد حياك الله الله يسلمك باسمي صادق حلو اسم سناء امي الله يخليها لك زين بالعكس بالعكس هو حب يزرع شجره باسم شخص وما شاء الله كل واحد حب يزرع هذا الشيء تمام باسم منو شهاب باسم منو فرح من يا فرح باسم منو شنو هي شجره شنو تعال شنو؟ الكابرس الكابرس؟ ايه؟ منو اسمك كابرس؟ يا شجرة قلت؟ شجرة الكابرس الكابرس ايه؟ تمام مرتاحين شباب؟ شلون الأجواء؟ حلوة؟ زين شو اسمه برنامج؟ كنا نصيح حل أوقف يلا كنا أوقف يلا برنامجنا على قناة سامر الفضائية شو اسمه؟ إيران كلش هلا صفق حلو صفق حلو بس الولد الطين يا من نباشي وردة مشاهدين الكرام انتهت حلقتنا اليوم وياكم برنامج جرهم كلش وكل عام وانتم بألف ألف خير بشهر رمضان المبارك طلعنا المحبس اليوم وتونسنا ويا عوائلنا ويا شبابنا شكر لكل الكادر اللي تعب وياي اليوم احمد
الجاف وحسين الصالحي والمخرج فادي سامر رائي اكيد ومساعد مصور ايمن المشهداني، ونراكم بتقديم خطاب القصاب. في امان الله.